هل يمكن النوم من أن أمريكا تريد مصلحة الشعب السوري من خلال قانون قيصر؟ بداية قانون قيصر انكتب وتمرر لحتى يصب بمصالح الشعب السوري ولا يسيء للمصالح الأمريكية. كل دول العالم تهتم بمصالحها، وإذا أحياناً كانت مصالح هاي الدول تتماشى مع غرض إنساني ممكن يعملوا هذا الغرض الإنساني، ولكن بالشكل الطبيعي إذا ما بتتماشى مع المصالح مباشرة الدول بتهتم بمصالحها. للأسف هذا نظام العالم بشكل كامل، نظام الأولويات، وهذا الشيء بخلنا نتساءل كسوريين. تمرير القانون وتطبيق قانون قيصر والعقوبات الأمريكية على سوريا هي لدعم السوريين ولا لأجل مصالح أمريكا؟ بداية القانون ما إجا ولا انبنى على أساس المصالح الأمريكية، وإنما تم بناء القانون على صور قيصر، على مسألة إنسانية، المسألة الإنسانية، القضية الإنسانية اللي بدأت بمتحف المحرقة. قيصر يلي هرب الصور وقدر يوصل صور لأمريكا لواشنطن، أخذوهم على متحف، أخذوهم على متحف المحرقة قبل ما تدق صور أبواب الكونغرس الأمريكي وتدخل ويقدم قيصر شهادته بخوف ورعب ملتم بالجاكيت الزرع المعروفة حتى يخلي العالم تتحرك. وقت انكتب مشروع قانون قيصر لأجل الشعب السوري، لأجل حماية الشعب السوري. قانون قيصر إجا بجهد الضحايا، إجا بجهد المنشقين، إجا بجهد الناجين من الاعتقال والتعذيب والموت بسوريا. قانون قيصر إجا ليمثلني كمعتقل سابق 3 سنين سجون الأسد. قانون قيصر إجا ليمثل أولاد خالتي بشير ورشاد يلي ماتوا تحت التعذيب معي. قانون قيصر إجا ليمثل بنت خالتي نور يلي نجت من التعذيب. قانون قيصر نعمل لحتى يوقف مع كل طفل، مرأة أو رجل انهانوا بسبب أنهم بيوم من الأيام طلعوا وطالبوا بالكرامة، انقتلوا تعذبوا لأنهم طالبوا بالحرية. حتى هدول يلي تم اعتقالهم تعذيبا بدون ما يطلبوا حرية، قانون قيصر موجود ليوقف، وانكتب ليوقف ويدعم هدول الناس. شهادة قيصر بمجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي أدت لتعاطف كبير. هذا التعاطف تم استغلاله من قبل المنظمة السورية للطوارئ ومنظمات وأفراد سوريين آخرين حتى يتم كتابة مشروع قانون قيصر يلي بشهر 12/2019 توقع وصار قانون، واليوم عم تم تطبيقه. أشخاص مثل قيصر وسامي ومازن الحمادي هن يلي استخدموا وحولوا أملهم لقانون لحتى بيوم من الأيام يلاقوا حل للشعب السوري. كان في فقط أمل عند هذول الأشخاص، ما كان في إيمان كامل أنه راح يوصلوا لأي حل أو لأنه المشروع راح يصير قانون، وإنما هن كانوا بيستخدموا أملهم وطاقتهم يلي بقت بعد هالتجارب الصادمة اللي عاشوا فيها، لأنه كان هدف فقط أنه يعملوا أي شيء للشعب السوري بدل ما يقعدوا بالبيت عم يبكوا وناترين الحل. الحل ما بيجي ونحن قاعدين بالبيت، الحل ما بيجي بدون ما نتحرك. هذول الأشخاص تحركوا، عملوا شيء، قدموا شيء. المنظمة السورية للطوارئ وفريق قيصر والمنظمات السورية الأخرى والأفراد اللي عم يشتغل على قانون قيصر هن متابعين صياغة وتطبيق القانون حتى يكون مركز على الضغط على النظام السوري والحلفاء حتى يوقف قتل الشعب السوري. ما بدنا يأثر على الشعب لأنه هو أصلاً موجود لغاية أخرى تماماً. قانون قيصر هو فقط ردة فعل للشيء اللي عم يصير بسوريا، خصوصاً بالتعذيب، للتعذيب اللي عم يصير بالسجون السورية، ولحتى يتم تمرير هالقانون وصياغته لحتى يصب مصالح الشعب السوري لازم كان ما يسيء ويضر بالمصالح الأمريكية. فالأولوية كانت الشعب السوري.